ورحمة الله وبركاته. رسالة وصورة من كريستيانو رونالدو قد تحسم تواجده أمام الزمالك. نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي صورة له من تدريبات فريقه الفترات الأخيرة، وأعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: أنا عالمي، في إشارة إلى شهرة فريق النصر الذي يصفه الكثير بالعالمي، نظرا لأنه كان أول فريق عربي يشارك في مونديال الأندية. رسالة رونالدو ربما إشارة إلى استمراره في فريق النصر، ورد على بعض التقارير التي تتحدث مؤخرا عن رحيله، وبالتالي قد تكون إشارة إلى تواجد رونالدو في مواجهة الزمالك خلال بطولة الأندية العربية والمقرر لها الصيف المقبل، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة.